ثمة تساؤلات كثيرة في الساحة التونسية حول العلاقة بين العمل الدعوي والعمل السياسي لحركة النهضة. حركة النهضة التي خرجت من المساجد ووصلت للحكم لم تستطع حسم هذا الجدل، جدل يطفو على السطح مجددا، خاصة بعد انعقاد مؤتمر حركة النهضة وحلول شهر رمضان. أحزاب ومنظمات المجتمع المدني بمختلف توجهاتهم الإسلامية والمدنية نادوا اليوم بضرورة تحييد المساجد. إذا فهمنا أن المساجد هي بيوت لله وهي لكل التونسيين، يجب أن احنا ندفع في مبدأ الاستقلالية والحيادية. كيف أن نوصل إلى أن المسجد كمؤسسة مثل مؤسسة قضاء يكون مستقل ويكون حيادي وما يدخلش في التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية الضيقة؟ لا توجد ظاهرة تأسيس المساجد، بل توجد ظاهرة قرصنة المنابر. حاليا لنا في تونس قرصت منابر وناس استولوا على فضاء عمومي ممول من إذن المواطن التونسي، ووقع تحويل وجهه من بيوت الله من للدعوة إلى إذن منابر سياسية. والله نتمنى أن نحيد بيوت ربي سبحانه وتعالى عن الشعارات السياسية والدعاية الحزبية كما قال ربي سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نريد أن يكون هذا الفضاء يعني هو مشاع وهو ملك وهو متاح ومفتوح لجميع المسلمين لجميع أهل القبلة، فما يحتكر حتى حزب وحتى السلطة نفسها والحكومة، نطالبها بألا تحتكر بيت الله عز وجل. وبالرغم من أن حركة النهضة هي حزب سياسي، إلا أنه لا مجال للفصل بين الدين والسياسة على حد تعبير حبيب اللوز قيادي بالحركة. نحن لا فصل عندنا بين الدين والسياسة، خيار إسلامي يؤمن بالمزج والاتحاد بين الدين والسياسة. المساجد لله ورمضان حسب المصلين فرصة لاسترجاع المنابر لدورها الحقيقي بعيدا عن أي تجاذبات سياسوية أو حزبية. أنا من السلطات أنا مذهبية تكون واقفة بحزم ضد التيارات السياسيه في الجوامع وكهو، هذا شنو نحب. احنا هنا ما نحبش معناها لا للسياسه في الجامعه، ذي بيت ربي سبحانه وتعالى، واللي عنده كلمه حق يقولها ونتشاور معناها قبل ما توصل تدخل للمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا للسياسه رمضان السنه ان شاء الله. تزداد مخاوف المواطنين التونسيين من استغلال بيوت العباده للانشطه الحزبيه، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات.